السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا اليوم حتكون بعنوان The gingival and the periodontal pocket. At first, we need to understand a basic presentation about the tooth-gingival interface. This interface means the area or the meeting of the soft tissue with the hard tissue involving the gingiva. So the interface is a dynamic structure in the meaning that it may undergo changes. The gingival tissue forms a crevice surrounding the tooth, which can be like an area of protection to this. أي بما معنى أنه الجنجيفال كريفايس اللي هو بالحالة الطبيعية، بالحالة الطبيعية أكو فد خدود يحيط بالتوث نسميه الكريفايس، إذا تعمق أكثر حنسميه بوكيت. زين، إذا تعمق باتجاه الأبيكال يعني صار ديستركشن بالفايبرز مالته وتعمق أبيكالي هذا صار ترو بوكيت. أما إذا تعمق يعني من نجي نشوفه إنه إحنا نشوف هو صار الدبث مالته هواية بس مو لأنه صار أبيكال ديستركشن، لأنه مثلا صار في التورم أو هايبربليشيا حنسميه فولس. بس تفهمون هي هذا الكونسبت، هاي الفكرة، حتقدرون تميزون بين أنواع البوكيت. أكو شغلة مهمة طبعا، الأشياء اللي أركز عليها بالشرح هذا هي تركزوا عليها بقراياتكم، يعني لأن تعرفون أكو هواية أشياء مشروحة مو لازم تحفظوها كلها وإنما لازم بس تفهموها. Located at the depth of the sulcus is the epithelial attachment, which consists of approximately 1 mm of junctional epithelium and another 1 mm of the gingival fiber attachment. هذا هو أهم شيء بهذا السلايد. هاي ال 1 مليم of junctional epithelium و 1 مليم مع gingival fiber attachment اثنين هاتهم يسووا لنا البيولوجيكال depth اللي هو الدبث مالته، العمق مالته او المساحة اللي يغطيها هي 2 مليمتر. زين، هذا يعتبر هو خط دفاع. خط دفاع عن منو؟ عن البون، لانه احنا همنا الاساسي انه لنوصل مرحلة يصير بون ريزوبشن، لان تعرفوا من صار بون ريزوبشن يعني صار عندي فد الريفرسال دامج، صارت عندي الحارة كرونيك، صار تصليحها اصعب، حتى لو اريد اضيف بون جرافتس او غيرها تصليحها يكون جدا صعب. فالفكرة الاساسية هي انه اني هذا احافظ عليه البيولوجيكال وود، لا اني اخليه يتدمر بسبب الميكروبس ولا اخليه يتدمر بسبب الفولتي ريستوريشنز او الفولتي دنتستري. شوفوا يعني هذا هو الجنجيفال كريفايس اللي قلنا بالحالة الطبيعية أسميه كريفايس أو سالكس، بينما من يصير بيه تعمق حسميه بوكيت. طيب المفروض إنه الدبث مال الجنجيفال سالكس أو كريفايس يكون بالطبيعي 3 مليمتر أور ليس. ليش هو هذا الطبيعي أو المقبول؟ لأنه هو هذا اللي حيكون كلينزابل، يعني قادر المريض على أنه ينظفه. مرات تشوفون أكو أشخاص عندهم أكثر، هي مو حالة مرضية بس عندهم الدبث عالي أكثر، هذول من حيتتجمع عندهم البلاك والمايكروبيال كوميونيتي حيصير جدا صعب بالنسبة لهم أنه ينظفوها باي براشينج أونلي. فالفكرة الأساسية أنت حتى تحافظ على سلكس يكون كلينزابل وهيلثي وما يصير عندك أي مايكروبيال أكوميوليشن، نقول الحد الطبيعي مالته هو الماكسيموم لحد 3 مليمترز. طيب إذا صار الأكوميوليشن أوف مايكروبس أكيد حنتوقع يصير عندنا مايكروبيال تشينجز وإبيثيليال تشينجز، وبالتالي حيصير عندنا الإنفلاميشن والإنفكشن. لاحظوا both the gingival and the periodontal pockets هي عبارة عن extensions of the gingival sulcus. اللي قلنا gingival sulcus أو crevice هي التسمية تكون بالhealth. The gingival and the periodontal pockets are dental terms which indicate the presence of abnormal depth of the gingival sulcus near the point where the gingival tissue contact the tooth. طيب نجي نشوف البوكيت. لاحظوا هنا هذا التعمق اللي صار، بينما هنا هذا هاي الصورة تمثل لك كريفايس أو سلكس طبيعي. السلكس قلنا هو خدود، يعني هي مو ملتصق تماما السوفت تشو بالتوث، حتى ويصير عندنا كلينزينج وهنا ينفرز الجنجيفال كريفيكولار فلويد يسوي واشينج للأريا. لكن من نتعمق أكثر هذا التعمق يصير، لاحظوا قمنا ننزل أبيكالي أكثر، حننزل تحت السمنتو أنامال جنكشن، هنا حنتحول إلى حالة الديزيز.
So it's an inflammatory change and apical migration of the junctional epithelium. هذا هو تعريف البوكيت. وحتى دائما تذكروا انه التعريف العام له يبدي بحرف بي. هو بوكيت التعريف مالته بحرف بي. فتقولون pathological deepening of the gingival sulcus which occurs by the coronal movement of the gingival margin. هاي coronal movement of gingival margin اذا كانت بحالة الفولس دي يورم فدي ينطينا هذا الابيرنس كانه هو دي يتعمق. او الترو اللي يصير apical displacement of the junctional of the gingival attachment او both مرات بنفس الدنتيشن شوف منطقة جدا مورمة ومنطقة فعلا صاير بيها الابيكال مايجريشن. طيب نيجي على classification of the pockets اعتمادا على اكثر من مبدأ. اولها هي according to the involved tooth surface. عندنا simple pocket اللي هو هذا simple pocket involving single tooth surface. Okay, the compound involving more than two, هذا. بينما the complex أو the spiral pocket originate on one surface and twist around the tooth to involve one or more additional surfaces. But when it opens in the oral cavity on the surface of its origin, يعني يبدأ من منطقة يفتر ويرجع ومن يفتح بنفس المنطقة اللي هو بدأ من عندها اللي هو هذا spiral يسوي. يفتر ويرجع خاصة هاي يصير عندكم الأماكن اللي بيها فوركيشن الأماكن المور كومبلكس وكومباوند أكثر فهذا نسميه الكومبلكس أو السبايرال بوكيت. Now according to its location عندنا الجنجيفال بوكيت أول نوع. لاحظوا هذا اللي نقول دي يصير عندك تعمق أنت بس بسبب التورم اللي دي يصير وليس بسبب الابيكال مايجريشن. لاحظوا هنا شوفوا هالورم اللي صاير. Now the gingival pocket formed by gingival enlargement without the destruction of the underlying periodontal tissue. The sulcus is deepened because of increased bulk of the gingiva, not because of the apical migration. The gingival pocket can represent when the marginal gingiva experience edematous, edematous reaction, whether due to localized irritation or and subsequent inflammation, يعني localized irritation انت عندك ortho, عندك كل شوية تجمعات بلاكو كالكولاس, فنتوقع يصير هالشكل, أو systemic issues مثل ال gingival fibromatosis أو drugs. الدراكس اللي مثل أدوية الصرع ما حتى أدوية الضغط تسبب هالمشكلة هذه. أوكي فراح نسميه gingival hyperplasia regardless of the etiology. When a gingival hyperplasia occurs greater than normal, the measurement in a pre-pathological state with the periodontal probing measured can be read creating the illusion that the periodontal pocket have developed. يعني الشخص ال unexperienced حيتوقع انه ما دام دا يفوت بعمق انه gingival sulcus قام يقرا عنده 5 ملي مثلا او غيرها هذا بوكيت ايش اسوي؟ هذا حيكون false pocket. In general لازم من تبدأ تعالج هيجي حالة أول شي تسوي البلاك كنترول حتى تقلل من التورم اللي دي يسببه البلاك. لأنه إذا إجينا قصينا نريد نسوي جنجيفكتومي على هيجي حالة أو هيجي حالة هنا أول المنطقة عندك مليانة fluids مليانة blood ما راح تقدر تعرف أنت الحد النهائي مالتها. ما معقول أني على هذا التورم أجي أقصها وأطلع أو أبعد عن السمنتو إنمال جنكشن بحدود 1 مليم لأنه هذه ورا ما يروح الالتهاب يصير بها شرينكج تتقلص هاي الأنسجة. فإن تقلصت وإحنا قاصين زيادة إيش صار عندنا؟ حنحوله إلى جنجيفال ريسيشن اللي هو كلش صعب التريتمنت مالته. فإذا هاي الفينومين اللي شفناها بالصورة هي الفولس بوكيت واسمها الآخر أيضا السيدو بوكيت. The epithelial attachment does not migrate, it simply remains at the same level found in the pre-pathological health. The only anatomical landmark experience migration هي gingival margin. يعني انت ما صار عندك اختلاف apically. Apically هو الاتاتشمنت باقي ولكن coronally gingival margin ده تمشي coronally اكثر لانه هي ده تورم او ده يصير بها الهايبربلاسيا. ان gingival pocket نرجع ونأكد no destruction of connective tissue fibers و no destruction of alveolar bone. هذا هو الفرق الأساسي عن true pocket. true pocket لازم يصير بيه destruction بالPDL ولازم يصير بيه destruction بالبون. يلا نعتبره
true pocket. This early sign of disease in the mouth can be completely reversible when the etiology of the elimitase reaction is eliminated. يعني الكوز ما التورم هذا أول شيء تفكر البلاك والكالكولاس الموجود اللوكال فاكتورز السيستميك فاكتورز والدراجز هذول كلهم أتعامل وياهم إذا شلتهم وكانت التريتمنت صحيحة وكان الريسبونس جود صارت الحالة ريفرسبل ورجعت الأمور طبيعية. However مرات in certain situation نحتاج نسوي gingivectomy حتى نرجع الجنجيفال بوكيتس هاي أو نرجعها إلى حالة السلكس الطبيعية اللي قلنا المفروض ما تتجاوز 3 مليم. طيب هنا لاحظوا لي الفرق، هنا أنا ماكو عندك ذاك التورم نفسه اللي واضح، وهنا صار عندي اكو ريسيشن ومن حجي أقيس حفوت أني بعمق، هذا العمق حيكون ناتج عن انفصال الكونكتيف تيشو اتاتشمنت عن التو سيرفيس، فهذا حسميه الترو بوكيت. ومرات من يوصلون بعض الأشخاص إلى هالمرحلة هذه حتشوف كل صاير ريسيشن، ما راح نلقى البوكيت بأعماق واضحة. So the periodontal pocket associated with destruction مثل ما ذكرنا قبل شوية لازم يكون عندك destruction of the bone و connective tissue المتمثلة بال connective tissue fibers of the gingiva and most importantly of the periodontal ligament. هنا طبعا التريتمنت اكيد حنبدأ احنا بالبلاك والكالكولاس ريموفال والكنترول اوف ذا مايكروبيال فاكتور، ونبدأ بعدها نفكر شنو التريتمنت اوبشنز الافيلابل. مثل ما ذكرنا محاضرة البروجنوسز عندك اكو اشياء مؤقتة لازم تفكر بها، اكو اشياء على المدى البعيد لازم تحطها بنظر الاعتبار. طيب التصنيف الاخر of the periodontal pockets according to their relation to the alveolar crest حيكونون يا اما supraboni او infraboni. Supraboni which means the base of the pocket coronal to the level of the bone وبالتالي حيكون نوع البون لوس هنا horizontal، والinfraboni حيكون the base of the pocket is below or subcrestal of the bone. حنشوفها على صوت تفهموها اكثر. شوفوا يعني هنا البيس اوف ذا بوكيت، البيس اوف ذا بوكيت يعني السوفت تشو هنا هو الاحمر، الاخضر يمثل لك المايكروبيال اكوموليشن، والبون هو اللي الاصفر الجوه الداخل الاحمر هذا البون. فالقاعده مال البوكيت الاحمر القاعده مال تشوفوها فوق البون فوق مستوى البون، فاني حسميه هذا السوبرا بوني ويصير ويا الهوريزونتال بون لوس. هنا شوفوا لي الفيرتيكال، الفيرتيكال لاحظوا اذا تشوفون الامتداد مال الاخضر جوا الاحمر هي هاي القاعده مال البوكيت البيس. فشوفوا البون اللي هو بالاصفر اعلى من القاعده مال البوكيت، فهذا صار الانفرا بوني بوكيت الفيرتيكال بونلوس يصير بهالطريقه هذه. طيب الدياجنوزز اور ذا ديتكشن اوف ذا periodontal pockets لازم يكون معتمد كل هواية على الكلينيكال اكزامينيشن، لانه البريدنتال بوكيت تشمل لنا soft tissue changes associated with bone changes they cannot be detected only based on radiographs. فنحتاج نسوي careful exploration with the periodontal probe انه this is the most accurate، يعني اذا اي سؤال تنسألوه او اذا اي MCQ the most accurate method for detecting the pocket حتقولون البريدنتال probe. الراديوغراف حتعيننا وراها pockets cannot be مثل ما ذكرت detected only by the radiograph. طيب مسألة الباثوجينيسيز مالته حتى ناخذ فد مختصر هيك فد فكرة عامة عنه، الميكروبيال فاكتور هو الأهم هو الأكبر. الميكروبيال فاكتور من يصير shifting بالميكروبيال فلورا بالاورال كافيتي يصير شيفتنج باتجاه المور جرام نيجاتيف الان ايروبس اللي هم اللي يسببون الدستركشن. من الامثله عنها مثلا السبايروشيتس الموتايل رودز عندك الريد كومبلكس اللي يشملون بروباتيلا انترميديا تنريلا فورسيثيا بي جنجيفاليس هذول المايكرو اورجانيزمز كانوا دائما اسوشيتد وذ دستركشن اند بون لوس ذات كان بي اسوشيتد وذ ذا بيردنتال ديزيزز.
يبدأ الموضوع بالاكوميوليشن على السوبرا جينجيفال سيرفيسز، بعدين حيصير انفلاماتوري تشينجز، لان هو ما راح يدخل راسا الكالكولاس ديب قريب البون، حيبدأ الموضوع السوبرا جينجيفال ينهمل وينترك الى ان يتقدم اكثر، يصير انفلاميشن، يصير عندنا سيلولار وفلويد تشينجز، يصير عندنا كولاجين ديستراكشن. الكولاجين مثل ما تعرفون هو داخل بكل تكونات، كل شيء داخل بالبي دي ال، بالجنجيفا، داخل بالبون. فمن يصير كولاجين ديستراكشن معناتها احنا نتعرض للخطر، ما ديستراكشن انفولفينج اول ذا تيشوز. The coronal portion of the junctional epithelium detach from the root، يبدي ينفصل، فيصير الابيكال مايجريشن. نبدي عاد النيوتروفولز تتدخل تحاول انه تحمي كرد فعل مناعي قوي. كل ما يزيد الانفلاميشن ذا جينجيفا انكريس ان بالك، والكريست مالتها ممكن انه ايضا تبدا تورم، وبعض الاحيان يقول لك اكستين كورونالي، هذا اللي قلنا هم ممكن انه انت تشوف بنفس الوقت ده يصير التورم وده يصير الابيكال مايجريشن من ناحيه اخرى، فده يصير عندي العمق مضاعف. The junctional epithelium continues to migrate along the root and separate from the root. هذا separation ما يعرف بالattachment loss. لاحظوا هنا وياي مثل ما قلنا نبدأ احنا اللي فوق ده يصير inflammation بعد ما واصلين للبون، يبدأ التعمق ده يصير هنا، هنا بدأ يصير انفصال شوية شوية بالsoft tissues. لاحظوا هنا البريدنتال بروب قام يدخل اكثر، قمنا ندخل 5 مليم، هذا اكيد ترو بوكيت، لانه احنا وين لاحظ الترو بوكيت ايش يصير عندي تحت السمنتو انيمال جنكشن، ده يصير الانفصال مو الاتاتشمنت لوس، مو اني بالكرون اقول اني عندي ترو اتاتشمنت لوس، لا تحت السمنتو انيمال جنكشن. لاحظوا هنا البون ايش صاير بي، صار ريزوربشن جدا واضح، لانه السوفت تشو فولو ذا بون، السوفت تشو اذا ما عنده بون يسنده اكيد حيصير بي ريسيشن جدا واضح. زين مثل ما ذكرت قبل شوي الكولاجين موجود بكل مكان، الكولاجين جدا مهم، واذا فقدت الكولاجين اي معناته افقد الانسجه. زين شنو الميكانيزمز اللي يسوي هذا الشيء؟ هي تو ميكانيزمز اساسيه، يا اما الكولاجينيز اللي مثل ما نعرف هو انزيم محلل للكولاجين، او ان الفايبروبلاست نفسها تسوي فاجوسايتوسيس. بالنسبه للكولاجينيز هيكون secreted by the fibroblast والpolymorphic nuclear leukocytes والmacrophages in the healthy and in the inflamed tissue. تعرفون هاي خلايا مناعية، قسم كبير من عندها يكون أساسا موجود بالتشو، وقسم الآخر من يصير inflammation من circular blood حيجينا. So these enzymes can degrade the collagen and other matrix macromolecules into small peptides، ونسميها مجموعة الأنزيمات اللي تسوي هذا الموضوع the matrix metalloproteinase enzymes، أي هي المحللة لمكونات الماتريكس. second mechanism هي الفايبروبلاست فاجوسايتوزز اللي حتسوينا تشتغل أيضا، لاحظ الفايبروبلاست نفسها extending their cytoplasmic processes to the ligament cementum interface and degrade، تحلل inserted collagen fibrils and the fibrils of the cementum matrix. من حتحللها نسوي لها engulfment وتشيلها، صارت عملية phagocytosis واضحة. نجي على الهيستوباثولوجي اللي ممكن نشوفه، عندكم أكثر من changes يصير على مستوى الروت وعلى مستوى soft tissues. عندنا epithelial changes، أي إنه الإبيثيليوم نفسه حيعاني من the lateral wall of the pocket which represents striking proliferative and degenerative changes، حيصير degeneration ويصير تحلل. the epithelial buds or interlacing cords of the epithelial cells projecting from the lateral wall into the adjacent inflamed tissue and they may extend even further apically. هذا التفاصيل انا ما ادهم لكم كحفظ، ولكن تحتاج تعرفون الاشياء المهمه به. بدايه شوفوا الابيثيليوم becomes degenerated، وذكرناها قبل شوية the severity is not necessarily related to the tooth pocket. مرات يقول لك انت ممكن تشوفه كلش inflamed والبوكت مالته مو عميق، وكل ناس عميقة البوكت مالتهم وراح الانفلاميشن ساينز مو كلش واضحة. the inner aspect of the lateral wall ممكن يصير بـ ulceration وهذا يسبب pain و bleeding. بس مرات حتى ممكن يتجمع خاصة من انه عندنا supurative inflammation بالinner walls مال البوكيت. the epithelium at the gingival crest of the periodontal pocket is generally intact and thickened with prominent retipex.
ان جنرال حيكون الراتب بيرسي من اولى العلامات على established inflammation صار عندنا. The connective tissue حيكون كلة edematous. The blood vessels can be increased in number and dilated. تبدي تتوسع ال blood vessels لأن حالة inflammation دخلت. The connective tissue have varying degrees of degeneration with single or multiple necrotic foci which are occasionally present. In addition to the exudative and the degenerative changes. يعني إذا تلاحظون هو نفس الكلام نقوله بس بأكثر من طريقة إنه يسوي لنا involvement لأكثر من تشو. نبدأ من الجنجيفال تشو وننزل أعمق شوية. حنشوف إنه كلها دا تمر بمراحل الانفلاميشن الديجنريشن والتحلل اللي يتبعهم. الروت سيرفيس وول نفسه ايش راح يعاني؟ The root surface forms the medial wall of the pocket. الميديال وول مال البوكيت نسميه الروت سيرفيس واللاترال وول كان السوفت تشو. As the pocket deepens the collagen fibers embedded in the cementum حتكون destroyed اكثر وهذا يسبب لنا الاتاتشمنت لوس. The root surface now gets exposed to the oral environment وبالتالي حيمر نفسه هو الروت سيرفيس بتغيرات على مستوى الستركتشر وكيميكال تشينجز وسايتولوجيكال تشينجز. نجي على الستركتشرال تشينجز. من صار بي اكسبوجر للاورال انفايرمنت هنا الوضع حيتغير، حيقوم يتعرض للسلايفا، حيقوم يتعرض لديفرنت فلويدز اور ديفرنت الكترولايتس. So exposure of the cementum to the oral environment, the minerals that are present in the saliva tend to get deposited on the cementum surface. كنا نعرف انه السلايفا هو وسط متوفرة به المعادن مثل الكالسيوم الفلورايد المغنيزيوم. Areas of hypermineralization of the root surface is exposed to the oral fluids and the plaque bacteria. هنا حتى لو ترسبت فوق المعادن هو ما زال منكشف للأورال انفايرمنت فبالتالي البكتيريا الموجودة حتكون متوفرة بسهولة. So proteolysis of the embedded remnants of Sharpe's fibers occurs and areas now of demineralization appear. Root caries can be formed very easily and soft and leathery on probing because they are very easy to dislodge and the patient now can feel hypersensitivity to any changes, for example thermal changes or sweet changes. Later on, this exposure may become very severe because the demineralization is very evident now and very related to the root or tooth caries. وهواي تشوفوا الناس يجوكم خاصة اللي صار لهم فترة طويلة يعانون من الريسيشن صار عندهم الروت كاريز ببساطة لأن هو الروت أساسا ينكشف للأورال كابيتي ومن ينكشف دور السلايفة على دور الأورال مايكروبس اثنيناتهم ومسألة البي اتش اللي يصعد وينزل حتكون كلش سهلة تسبب لنا ديمينراليزيشن أو ريمينراليزيشن وبالحالتين هم هذول البروسيسز حيكونوا مسؤولين على الدنتال كاريز. الكيميكال تشينجز اللي يصير ايضا ريليتد تو ذا سلايفا فحنلاحظ انه ممكن يصير ابزوربشن للكالسيوم للفوسفيت للمغنيسيوم للفلورايد. This increase in the mineral content of the root surface can alter the chemical composition of cementum. ومن يتغير هم من chemical composition of cementum حنشوف ال behavior مالته حيتغير ممكن حيكون more prone to root caries ممكن حيكون مرات انه هاي ميكانيزم قسم بعض العلماء قالوا حتى يقلل من الهايبرسنسيفتي اللي تصير عنده باعتبار انه dentinal tubules حتكون مكشوفة اكثر للأورال كافيتي. السيتوتوكسيك تشينجز اكو عندنا يعني بعض الاحيان توصف بالسيتوتوكسيسيتي لانه انفولفينج البكتيريا والبريك داون اوف ذا ناتشورال تيشوز. So the histological studies involving cementum have shown the presence of bacteria in the cementum or their endotoxins in the cementum. مثل ما تعرفون البكتيريا ممكن تفرز توكسينز اللي نسميهم endotoxins وفي بعض الأحيان تكون هي هاي من المسببات الأساسية للمرض. طيب the collagenous remnants of the Sharpe's fibers بالسيمنتم حتعاني من الموضوع حيصير بيها degeneration. Sharpe's fibers ليش تنذكر لأنه هي المكون الأساسي من periodontal ligaments فهي من ده تعاني من هي موجودة مسوية embedment بالسيمنتم معناتها أنا أتوقع أن هو الأصل من periodontal ligament حيروح من ورا الديزيز. Thereby creating environment favorable for the penetration of bacteria and the bacteria now can penetrate and proliferate. البكتيريا كل ما تلقى لها مكان صعب الوصول إليه بالنسبة إلنا حتفوت به حتى تسوي penetration حتى تتعايش وتخلق الكوميونتي الكامل مالتها.
The penetration and growth of this bacteria leads to fragmentation and breakdown of the cementum surface that result in necrotic areas. انت البكتيريا اللي تستخدم منطقة environment تستغلها وتتعايش بيها اكيد حيصير عندنا necrosis باماكن من السمنتم. طيب بعدها عندنا in addition the bacterial products اللي قلنا قبل شوي ال endotoxins have been detected in the cementum wall of the periodontal pockets with the diseased root surface inducing an inflammatory response that prevent the fibroblast attachment. معناته ده البكتيريا نفسها ما قدرت تتغلغل بال attachment of the periodontal ligament. حنشوف انه الأصعب من عنده من هي ده تنطي التوكسينز. التوكسينز هاي الاندوتوكسينز حتخلي حتى الفايبروبلاست تحاول تسوي ري اتاتشمنت تمنعها من هالموضوع هذا. بعدها من يتقدم الموضوع حنشوف انه حيصير سوفنينج بالسيرفس مال السمنتم. هذا السوفنينج اللي دا يصير يعني يصير عندك لاير من السمنتم بها نكروسز وصايره سوفت كانه هي تريد توقع من التو سيرفس. طبعا هذا الشيء ما تشوفه بعينك المجرده ولكن تتحسسه انت بالبروبينج. فالفكره من الروت بلينينج انه انا اشيل هاي الطبقه من السمنتم، الطبقه اللي صار بها نكروسز وصايره سوفت ومنغلغله بها الاندوتوكسين، يقول لك شيلها، نشيلها على مود ننطي فرصة للسيلز الدايمة دايرها تسوي نوع من الاتاتشمنت. حتى لو ما كان مثل الاتاتشمنت الطبيعي 100% القديم، حيصير اتاتشمنت بطريقة هي اللي نسميها اللونج جنكشنال ابيثيليوم. خليه يصير اقل الان من الدبث اوف ذا بوكيت احسن ما اتركها مفتوح واترك التغلغل للمايكروبس والبكتيريا يصير بصورة اعمق. طيب contents of the pocket يعني محتويات البوكيت. هذا طبعا السؤال كان هو يتكرر حتى بالسنين كنا نمتحن بها وزاري، فركزوا عليه شوية. ايش يحتوي البوكيت؟ يحتوي اول شيء على مايكرو اورجانيزمز، منطقيا احنا مو قلنا هي المايكروبس تلعب الدور الاساسي، والبرودكتس مالتها هي المايكروبس او البكتيريا سبيسيفيكلي شلون تسوي لنا الديزيز من خلال البكتيريال باي برودكتس مثل الانزيمز والاندوتوكسين اللي ذكرناها قبل شويه، الجينجيفال كيوكلر فلويد اكيد، remnants of food, salivary mucin, desquamated epithelial cells, leukocytes, plaque covering the calculus that can project from the root surface, and sometimes even purulent exudate can be present as a secondary feature because of the deep pockets can show different signs of inflammation including may or may not include the pus. Now, the surface morphology of the tooth wall. الوول اللي هو دا يمثل لك التوث وول المقابل للبوكيت ايش دا يصير بيه مشاكل؟ عندك السمنتم اكيد السمنتم حيكون covered maybe by calculus or plaque or both. الاتاشت بلاك، اكو اتاشت بلاك واكو فري بلاك. الاتاشت بلاك اللي هو حيكون اتاشت tooth surface itself، وعندنا zone of unattached or free plaque that surround the attached plaque that can extend even apically، وعندنا zone of semi-destroyed connective tissue fibers that run apically to the junctional epithelium. إيش قد أبعادهم وإيش قد مسافاتهم هاي ما مطلوب من عندكم حفظها. زين الميكرو توبوغرافي of the gingival wall، عندنا area of relative quiescence يعني area شوية تكون هادئة الأمور بها showing flat surface with minor depressions، بينما عندك area of bacterial accumulation أكيد ال area of bacterial accumulation هي حيكون بها ال activity of the disease. البكتيريا الموجودة ممكن تكون cocci, rods and filaments لأنه هم حيكونون more predominant in the more deep and anaerobic areas. Areas of emergence of the leukocytes. Leukocytes لازم تساهم بالموضوع اللي دا يصير باعتبار صار عندنا الميكروبيال اكوميليشن واضح. و areas of leukocyte bacteria interaction هنا المنطقة اللي يتقاتلون بيها leukocytes الخلايا مالتنا ويا البكتيريا عمود تمنعها من انه تسوي more apical migration. And area of intense epithelial desquamation طبعا epithelial desquamation هنا حيكون مرات semi attached او folded epithelium squams which are partially covered with bacteria. هنا تحاول انه ما تخلي الاتاتشمنت يصير بسرعه فيحاول الابثيليوم انه يشتغل على الموضوع، طبعا ما يقدر لانه البكتيريا ما زالت مستمره تفرز الاندوتوكسينز مالتها. حيصير عندنا نلاحظ areas of ulceration و areas of hemorrhage لانه ردة فعل للانفلاميشن اللي حاصل.
Now, the periodontal pocket as a healing lesion. إذا إحنا سوينا التريتمنت الصحيحة ونريد نحاول نشوف الهيلينج شلون دا يصير. The complete healing does not occur because of persistence of bacterial attack, which continue to stimulate an inflammatory response. دائما إذا أنت تعوف شقد له ذرة بكتيريا هي cause of inflammation ومن أكو inflammation وبكتيريا معناها ماكو complete healing. زين the clinical features عندنا of الانفلاميشن اللي جدا واضح ذكرناها أكثر من مرة وحنرجع نعيدها bluish red discoloration of the gingival wall due to the blood stagnation اللي يصير flaccidity of the tissues due to the destruction of the gingival fibers كأنه الأنسجة تقوم منفصلة مترهلة وتعبانة smooth shiny surface due to atrophy and edema pitting on a pressure due to the edema and degeneration and the gingival wall may be pink or firm when the fibrotic changes predominate over the exudation and regeneration مرات على المدى البعيد من يصير اكو في chronic signs of the inflammation يصير fibrosis بيها تصير spongy حتى تقلل من اثر البس والبلاد والديجنريشن اللي يصير عندنا especially alteration on the outer surface of the pocket wall But despite that, the external appearance of health, the inner wall of the pocket invariably present with degeneration. Now, من الأشياء المهمة, the bleeding on probing, ليش يصير? The bleeding on probing occurs due to increased vascularity, thinning and degeneration of the epithelium, proximity of engorged, يعني blood vessels المحتقنة, to the inner surface. Sometimes the probing can be painful. Due to the ulceration. The periodontal disease activity عندنا حيمر كأنه بمراحل متعددة من الactivity عندنا period of quiescence or inactivity characterized by reduced inflammatory response and little or no bone loss بينما يصير بها build up بالبلاك وراها period of exacerbation مبالغة و active disease يصير بها activity of bone and connective tissue attachment loss and the pocket deepening this period may last for days, weeks or even months وراها followed by a period of remission يعني تهدأ الأمور and quiescence in which the gram positive bacteria proliferate and more stable conditions now the clinical feature shows the bleeding spontaneously or bleeding with probing أو greater amount of gingival exudation. The histological features شوفنا أيضاً لهم نفس الشيء. Ulceration, infiltration of inflammatory cells اللي هي تمثل لك البلازما, leukocytes تحديداً نقول polymorphic nuclear leukocytes. Pocket probing نرجع ونقول إيش قلنا شنو most accurate method of probing of pocket detection حنقول هي probing. clinically البيولوجيكال او الهيستولوجيكال ديبث البيولوجيكال ديبث قلنا اللي هي منطقه دفاعيه اللي هي above the bone يسموها سوبرا كريستال اريا اللي تشمل لك 1 مليم اتاتشمنت جنكشنال ابيثيليوم و1 مليم من الكونكتيف تيشو على مود تحمينا المنطقه كانه هي الحدود مال البون اللي يصير عليها تجاوز حدها او كميتها المفروض تكون 2.04 مليمتر البوكيت دبث مالتنا هي distance to which the probe can penetrate. The standard force for penetration مفروض ما تتعدى 0.75 نيوتن. حفظوا هذه 0.75 هذا الحد الأعلى قبل ما نسوي injury without bleeding without injury. The probing pocket depth the distance between the base of the pocket and the gingival margin هو هذا الدبث اللي نعتمد عليه بالقياس مع البوكيت. تعتمد الآخر نقطة صار بها penetration. والجنجيفال مارجن تقيس بيناتهم ولهذا يمكن بالمحاضرة السابقة إذا تذكرون قلنا إنه الكلينيكال اتاتشمنت لوس يكون أضبط لأنه الكلينيكال اتاتشمنت لوس يعتمد على نقطة ثابتة على الروت اللي هي سيمنتو انامال جنكشن بينما البوكيت ديبث يعتمد على نقطة متحركة اللي هي الجنجيفال مارجن ليش متحركة؟ لأنه هي في حالة انفلاميشن إذا صارت احتقان بها بالبلد بالفلويدز يتغير مكانها يتغير حجمها ومكانها فممكن انه عدم الثباتية هذه تسوي عندي خطأ بالقياسات نجي على الاكستنت يعني كمية توزيع او المساحة اللي يغطيها
البوكيت. عندك تاخذ البكال واللينجوال وتتقسم الى ميد وميجيال وديستال سيرفيسز، فحيصيرون 6 على كل جهة. هي هاي الاكستنشن. ونجي اذا قلنا ان جنرال على كل الاورال كافيتي، اذا 30% او اقل من السيرفيسز انفولد ومن التيث حنقول هذا لوكالايز ديزيز، واذا اكثر من 30% حيتحول الى جنرالايز. البروبينج تكنيكس لازم انت تكون ويا اللونج اكسس اوف ذا توث، لازم ننتبه للمالتي روت التيث لانه الفوركيشن انفولفمنت، لازم دائما نحط ببالنا نسوي لها اكزامينيشن مضبوط عشان نتاكد انه ماكو او اكو فوركيشن انفولفمنت، فبالتالي لازم نسوي لها بروب خاص بها اللي هو نيبرز بروب. To detect the internal criteria, the probe should be placed obliquely from both the facial and lingual surfaces. الأماكن اللي بيها مثل الحفر وخاصة قلنا بالفوركيشن areas، لأ أنا لازم أميل إيدي. يعني من قلنا with the long axis of the tooth من الموضوع يسمح لنا، بس إذا أساسا المنطقة ديب ومثل اللي متقعرة أكيد لازم إنه أنا أميل إيدي. The periodontal probes are used to locate, measure and mark the pockets. Level of attachment loss اللي هو clinical attachment loss الكال، distance between the base of the pocket and the fixed point اللي هي cemento enamel junction. Severity نعتمد بيها على كمية attachment loss، فتكون mild إذا كان attachment loss من 1 إلى 2 ملي، وتكون moderate إذا كان من 3 إلى 4، وتكون severe أكيد إذا تجاوزنا 5 ملي. هنا تلاحظون ايضا نرجع ونقول هذا هو الانفرا بوني بوكيت، لانه الكريست اوف دي بون هي اعلى من البيس اوف دي بوكيت، بينما هنا البيس اوف دي بوكيت هي اللي اعلى من الكريست اوف دي بون، فاذا هذا حيصير سوبرا بوني بوكيت which is associated with horizontal bone loss. عندنا generation of probes، البروبس متعددة اللي يقيسون بها البوكيتس، قسم يسموها الهاند هيلد اللي ما زلنا نعتمد عليها اللي بالإيد نفسها، قسم حتكون computerized، قسم حتكون sensitive to the pressure. فالفيرست جينيريشن اللي هو الكونفنشنال اللي هي هاند هيلد البريدنتال بروبس نستخدمها احنا بالعياده. السكند جينيريشن تعتمد على البريشر سنسيتيفيتي، فيسموها بريشر سنسيتيف بروبس. The forces up to 3 grams the probe tip remains within the junctional epithelium. أما إذا الفورس مالتي صعدتها إلى 50 غرام، هذا معناها أو قرأت لها القراءة هذه معناها أنا عندي osseous defect أي bone defect. فهو جهاز حيعتمد على البرشر، إيش قد ما راح يخترق أكثر وحينطيني قراءة أعتمد عليها إنه أنا أشوف وصلت للبون أو not. نجي على الثيرد جينيريشن هي كمبيوترايزد. اوكي عندنا الفلويدا بروب، فوستر ميلر بروب، تورونتو اوتوميتد بروبس. هنا بس ايد من عندكم تعرفون انه اهم واحد فوستر ميلر ويعتمد على ديتكشن اوف سيمنتو انامل جنكشن. الفورث جينيريشن هي 3 دايمنشنال، حناخذ اكثر من بوزيشن 3D وذي ار ميجرد. الفيث جينيريشن هاي الترا سونوغرافيك، كأنه فد سونار كلش صغير وكلش دقيق. Provide painless probing to the patient and the guidance path can be predetermined. طبعا هاي كلها مو عملية حتكون استخدامها لكل patient وبكل عيادة، ولهذا هو الجولد ستاندرد هي الكونفنشنال، وال 3D ولما تمدع على سونوغرافيك يعني قليل استخدامها. ايضا قلنا هي عندنا احنا soft tissue changes فما راح تكون جدا عملية، ولكن لازم نعرف انه اكو اكثر من نوع، اكو اكثر من generation من periodontal probes. types of the calibrated يعني اللي احنا نستخدمها بالعيادة، عندكم الماركيز color coded هذا يصعد 3 مليم 3 مليم، يعني كل خط تشوفوه هو عبارة عن 3 مليم مسافته عن اللي قبله. الميتشيغان او بروب with Williams marking، الميتشيغان او بروب يعتمد على 1 2 3 5 7 بعدين 8 9، يعني عندك رقم 4 ورقم 6 missing من الماركينجز مالتنا. اليو ان سي اللي هي University of California 15 بروب، هذا طوله 15 مليمتر لونج، والماركينجز مالته هي ويا كل مليم،
والكودينج يصير اكو خط اطوخ بالقياسات 5 و10 و15. هنا شوفوها على الصورة حتفهموها أكثر. الماركيز الكاليبريشنز مالته كل 3 مليم، اللي هو هذا الماركيز، هذا أول واحد. University of Michigan Oprobe حتشوفون إنه أكو عادي وأكو ويا ويليامز ماركينج، اللي هم هذولا. طبعا WHO Michigan O هنا يصير عندك مثل البول بالنهاية. هنا ما عندنا في الأشياء جدا مهمة، بس نحب نأكد إنه النيبرز الفوركيشن بالنيبرز بروب. عندكم البري إمبلانت، الإمبلانت يفضل إنه بلاستيك يستخدم على مود لنسوي ديسربشن للتيتانيوم أوكسيد لاير على السطح مال الإمبلانت. The peri-implant probing advantages can measure the level of mucosal margin relative to the fixed position on the implant and measure the depth of the tissue around the implant. And the peri-implant probing depth is another measure of the thickness of the surrounding connective tissue that can correlate more consistently with the level of the surrounding bone. طبعا the probing depth around the implants presumed to be healthy هو about 3 مليم وأكثر، لأنه هذا مو natural surface، يعني حتى 4 مليم هي تعتبر طبيعية وهي implant depth. نجي على خيارات التريتمنت بالperiodontal pockets. non-surgical treatment تشمل لك؟ تشمل الأورال هايجين السكشن أكيد، والسكيلينج والروت بلينينج. نعتمد لازم على الكيوريتس، انه قلنا الكيوريتس هي خيارنا الاول للتريتمنت السبجنجيفال، والروت بلينينج ستروكس يعني الضربات مع الروت بلينينج تكون مودريت تو لايت، مو الا هيفي، مو معناتها انه اني اشيل هوايه من السمنتم، هذا خطا. بول ستروكينج تو انشور سموذنينج اند بلينينج اوف ذا روت سيرفيس وذ كونتينيوس سيريز اوف لونج اوفرلابينج شيفينج ستروكس. الشيفينج ستروكس يعني انت اول شيء كان تسوي له شيفينج للروت سيرفيس، قلنا حتى نشيل النكروتيك سيمنتم والسوفت لاير اوف سيمنتم لان محتويه على مايكروبس والمايكروبيال باي برودكتس. To avoid over instrumentation, a delicate transition from the short powerful scaling strokes to the longer lighter root planing strokes should be made as soon as the calculus and the initial roughness have been eliminated. يعني انت حتلسوي over instrumentation، المشكلة وين بالover instrumentation؟ هي الاكسبوجر الزايد للدنتانيال تيوبيلز. زين الدنتانيال تيوبيلز من حيصير بها اكسبوجر عندي مشكلتين اساسية، المشكلة الاولى هي الهايبر سنسيتيفيتي، والمشكلة الثانية انا من فتحت الدنتانيال تيوبيلز ممكن البكتيريا حتعبر عندي للبلب، واني ما توصل للبلب عمود ليصير عندي بلبايتس. زين نجي على surgical options، عندك يا اما gingival curettage، gingivectomy في حالات خاصة اكيد، يعني مو هو عنده recession راح يسوي gingivectomy. periodontal flap مثل ال woodman flap procedure والosseous surgery والperiodontal regeneration، لانه regeneration ويا الosseous عادة يرتبطون حتى يحفزون المنطقة يصير بيها تكون وبناء tissues جديدة. كاليبريشنز ايضا هاي تشوفوها مختلفه بالماركيز، وهو ما عندكم مشترين بريدنتال بروس بس ما تعرفون هو انه بانواع مو كلها نفس النوع، فمن هسه اقول لكم الانواع مع بريدنتال بروبس والماركينجز مالتها جدا جدا مهمه بالامتحانات العمليه. اوكي هاي اكو اكثر من صوره موجوده عندكم، واذا تحبون اي توضيح اخر نزل على بريدنتال بروبس تدللون. Thank you so much. المحاضرة عن البريدنتال بوكيت خلصت، محاضرة جدا مهمة، انتم ماخذين بداية عن البريدنتال بوكيت بالرابع، بس هذه تعطيكم كل التفاصيل بصورة أوضح، أتمنى تكون وصلتكم المعلومة بصورة مبسطة قدر الإمكان، وإذا عندكم أي تساؤل أي شيء تحبون نتناقش به بابي مفتوح لكم، وإن شاء الله ما نقصر وياكم، مع تمنياتي لكم بالموفقية.